تمس لكم هاد القرعه هذه كتجبد لكم هكا السره ديالكم. ملي غادي تجبد لكم مزيان وقفوا وجبدوها، واخا يتهرق الماء في الارض معليش، ديروها في شي بلاصه اللي تجفوا فيها الماء، غير غادي تجبدوها وهي غادي تجبد لكم السره ديالكم، غير هي تجبد وانتم حزموها بواحد الدره، غادي تشدوا الدره هكا وحزموها. السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتوا لاباس؟ لاباس عليكم. كنسلم على جميع الدول العرب وكنسلم على المغاربه ديالي، كنسلم عليكم بزاف المتتبعين ديالي، كنبغيكم ربي هو اللي غادي يجازيكم بالخير. دابا جاتكم واحد الوصفه زوينه وبغيتكم تبارطاجيوها للناس اللي كيعانيو بهم زوين. انا هذه الوصفه دي حطيتها للناس في الخاص، كنهضر معاهم قلتها لهم وداروها، وحده هضرات معايا هذا الصباح قسما بالله قالت لك اخاتي مالكي ما تحطيهاش في القناه ديالك، كتقولي لنا الوصفات في الخاص وما كتحطيهاش في القناه ديالك، راه كنقلب كنقولها للبنات وكيقلبوا تيقول لك راه ما حطيتهاش في القناه ديالها. دابا جبت لكم الوصفات بهم زوين وراها مجربه وبراو عليها قسما بالله الا مزيانه. غتجيبو قرعه ديال الكوفيتير بحال هكا غديرو فيها الماء بحال هكا ها، الصباح قبل ما تفطروا وغادي تنعسوا على هاد القرعه هادي، غادي تحطوها في الارض وغادي تنعسوا عليها وجيبوا السره ديالكم حطوها في هاد القرعه مزيان، فهمتوا؟ غادي تحطوا عليها هكا يا الكرش ديالكم السره ديالكم، غادي تجي هنا في هاد القرعه وتكاو خير ربي حتى تمس لكم هاد القرعه هادي كتجبد لكم هكا السره ديالكم. ملي غادي تجبد لكم مزيان وقفوا وجبدوها، واخا يتهرق الماء في الارض معليش، ديروها في شي بلاصه اللي تجفوا فيها الماء، غير غادي تجبدوها وهي غادي تجبد لكم السره ديالكم، غير هي تجبد وانتم حزموها بواحد الدره، غادي تشدوا الدره هكا وحزموها على السره ديالكم، ديروها ثلاثه النوبات والله ما تبقى فيكم بوم زوين. واش قبل؟ هادي ديروها قبل الفطور. عاودي لهم الطريقه باش هادي الطريقه، غادي تنعسي عليها هكا يا غتنعسي عليها والسره ديالك البوط ديالك السره تكون عريانه زعما عريانه، وغتحشيها هكا في القرعه وديري فيها الماء بارد، ما ديريش فيها الماء سخون، الماء بارد وغادي تبركيها هكا عليها وغتدخل السره ديالك وغادي تجبدي القرعه. ملي غادي تجبد القرعه من السره ديالك هكا غادي تجبد لك داك بوم زوين اللي عندك تضرك من فم المعده ومن التحت، سبحان الله تيتجبد بهاد القرعه هادي، وكتحزمي بالدره كديريها 3 ايام متابعه قبل الفطور بلا ما تقلبي اللي يحزم لك. انا قالتها لي واحد المراه ودرتها درتها لواحد البنت قلت لها دارتها، عاوتاني هضرت مع البنات في الخاص وداروها، نط وحده قالت لي خالتي علاش ما درتيهاش في القناه ديالك، كتقولي لنا الهضره ولكن فاش كنهضروا حنا مع البنات اللي يدخلوا للقناه ديالك قالت كاع ما حطات ديك الوصفه ديال القرعه الكونفيتور كتحطيها على الكرش ديالك وتجبدي بها بوم زوين. واش غتبقى ناعسه عليها حتى تنوض؟ كتنعس عليها وغير تكا عليها، غير تكا عليها، غادي تكا عليها بحال هكا يا السره ديالك. شحال الوقت باش ينوضوا؟ غير شويه، ما كامله حتى 10 دقائق، غير تكاي وجبدي، غتوقفي هكا وتجبدي ديك القرعه من كرشك. ملي غادي واخا تزل على الماء ماشي مشكل، معليش واخا تزل على الماء بدلي حوايجك وحزمي كرشك بشي دريره وديريها والله حتى تبري. انا راه كنشارك معكم المتتبعين، كنبغيكم انا معكم بالوصفات وانتم تبقاو تدخلوا القناه ديالي بارطاجيو الاخوان بارطاجيو باش انا نبقى معكم في الوصفات، انتم ما كتدخلوش القناه ديالي وما تديروليش شيء وانا كنبقى ندير مجهود ديالي باش انتم تستافدوا، تبقى تبارطاجيو البارطاج هو المهم. بارطاجيو بزاف. انا كاين الناس اللي كتدخل وكدير جيمي وكتكتب كومونتير ولا يعني كيكون ناقص البارطاج باش الناس توصل لهم هذه الطريقه ديال بومزوي، اي باش الناس كل واحد يستافد. انا راه ما عندي شوف انا ما عليا غير رحمه الوالدين، هضروا معايا الناس في الخاص قالك الله يرحم لك الوالدين على دوك الوصفات ديالك فعالين وزوينين درناهم كلهم زوينين. انا كنشارك معكم الحاجه مزيانه ربي اللي شاهد عليا، وانتم بارطاجيو للناس تكبر شويه هاد القناه هادي بجهودكم وربي يكبر بكم. وهاد الوصفه هادي راها سهله، قرعه الكونفيتور ديريها الصباح نعسي عليها على السره ديالك. شحال لمده 3 ايام؟ 3 ايام كل صباح قبل الفطور. قبل الفطور صافي، غير ملي تشري باش الصباح قبل ما تفطري كتجبد سبحان الله ديك السره ديالك لداخل وتتجبديها هكا وديري لها دريره وغادي تبري. كنتمنى هاد الفيديو هذا بارطاجوه الناس باش يلحقوا هذا الشيء كلشي اللي كندير وديروا لي جيم. وبسلامه عليكم المتتبعين ديالي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.